مناسبة هذه المظاهرات. ويتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي وباسم هذه الجماهير المنتفضة لنصرة الحق نعاهد السيد القائد المنصور بالله مقتدى الصدر، وندعو الله عز وجل أن ينصر هذه الجمع المؤمن الذي جاهد في سبيل العراق، جاهد في سبيل نصرة الحق. فأنا كوني منتمي إلى وزارة التربية باعتباري مدير مدرسة، عانينا ما عانينا باعتبار التربية والتعليم بهذا الوقت، اتأذينا، لا تعليم صحيح، لا وسائل تعليمية متوفرة، جميع حقوق انعدمت بسبب الأحزاب والمحاصصة. مثل ما تعرفون كل محافظة وكل وزارة من ضمن الشروط والبديهيات يجب أن تكون منتمية إلى حزب محدد، ومن هذه الأحزاب تدمر العراق وتعبنا كثيرا كثيرا. وندعو الله في الختام حسن العاقبة ونصرة هذه الجماهير المتضررة من الأحزاب الفاسدة. وشكرا لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجنوب محافظة ميسان قضاء المجل الكبير، أتينا مناصرين لهذه الثورة، الثورة المباركة. وأنا كشاهد عيان لما رأيته، الحفول أتت نحو البرلمان لنصرة السيد القائد. جميعنا عشائر، شباب، شيوخ، نساء، أطفال، متلهفين لهذا المكان لنجعله إرثاً وتراثا لنا كعراقيين. هذا المكان ليس حكرا لشخص او حزب او ما شابه ذلك، هذا المكان مكان للشعب، وهذا دليل كما تشاهدون، هذا دليل على حب الشعب لقائده، حب الشعب لمكانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا استاذ، شكرا شكرا. اعزائي المشاهدين، لنا لقاءات معكم ان شاء الله. لبيك يا مقتدى، مستمرين معكم في هذه الجولة، ولا لنا لقاءات مع اخي لا فقط. عاهدنا والله ما في تسجيل، دير بالك. لا الحجي ما بي، اليوم حضرنا المظاهرات وان شاء الله احنا مستعدين، وانت جاي تحكي من حقك. ها واحد هاي كاميرا ده ما ضبط مره زله شويه. لا كريم كيف لا هات كريم جرب خدمك ان شاء الله. عاهدنا الموت وياه، قال عاهدنا، قال عاهدنا موت خليك تعرف شيء لك كريم. سيد السيد، سيد شو اسمه؟ عوف الله سيد محسن ابو مقتدى، سيد محسن، عاهدنا سيد محسن ابو مقتدى، لا سيد محسن الهاشمي، الهاشمي اعزائي. لحظه مره خلصت معنا احد سيد محسن مو؟ نعم. لا لنا لقاء ان شاء الله مع احد المتظاهرين السيد محسن الموسوي، فليتفضل بالقاء كلمته مشكورا. احنا قادمين من البصره للاعتصام بالمنطقه الخضراء، ان شاء الله نخرج الفاسدين، ما نخلي منهم واحد او الموت او الشهاده، ان شاء الله ما نخلي فاسد. صار لهم 19 سنه ما خلوا شيء، خلوا دمرونا. هسه الماده 20، الماده 20 العراقي لا تعطونا حقوقنا، حقوقنا المفروض يكون حقوق السكن، السكن والعيشة هنية، مو هاي المادة عشان ما طبقوها، طبقوا المادة عليهم، فابوا فساد، وإحنا هنا أو الموت أو الشهادة، لازم نقلحهم قلع، وجايهم الروج إن شاء الله، الروج الصدري يطلعهم فتح إن شاء الله. دعامة السيد مقتدى الصدر دام الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، بعدك ما نخليهم مسؤولين إن شاء الله. إن شاء الله سيد، مشكور، مشكور، رحم الله والديك، كلام جميل، الله يحفظك، كلام جميل، يلا.
احنا العاهدنا يا احنا العاهدنا الوجود العاهدنا الوجود يا احنا العاهدنا يلا مره ثانيه قامت المواكب الحسينية داخل مبنى مجلس النواب، وهاي الأعداد الغفيرة تتوافد، خصوصا اليوم أعداد هائلة توصل إلى مبنى مجلس النواب ولا نائب موجود، والحمد لله أعداد غفيرة من المواطنين تنتظر دورها للدخول إلى قاعة مجلس النواب، وهاي المواكب منتشرة في جميع والتوزيع الغذاء والأدوية والعلاجات مواكب مجانية متوافد جموع غفيرة من المواطنين إلى مبنى البرلمان. عزيزي فضلا عن تقديم الخدمات مثل الغذاء والماء، هناك خدمات صحية أيضا، الدواء وغيره. نلتقي بالأستاذ الأخ أستاذ علاء العفو، هذا العلاج ما ليش شطيته للأخ؟ هذا عنده ضيق صار بالتنفس، هو أصلا عنده ربو. نعم هذا بخاف مال ربو. نعم شو تقول؟ نشكر الطبابة وجهودهم المبذولة، نسأل الله أن يوفقهم وأن ينصر المتظاهرين ويحقق مطالبهم. تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادرت قسم الشهداء والجرحى بفتح طبابة لدعم المتظاهرين، دعم توفير العلاجات والضمادات وأي شيء يحتاج المتظاهر. هذا دعم، هذا نصرة لدعوة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر للتخلص من الفاسدين. هذا الدعم، هذا المجهود اللي قام به قسم الشهداء بالتعاون مع الأخوة من باقي الأقسام لتقديم أفضل الخدمات للمتظاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. عند التهاب الرأي، ما عندنا بس الأوكسيد يعني بس الساعة